فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي مع ضيفنا اليوم كريم العهوني. نعاود نرحب بيك من جديد كريم. مثل نحكي على مسيرتك العالميه، ظهر لي كاس العالم 2002 كيف من الذكريات المميزه اللي تبقى لك في مسيرتك؟ ما تنساش اول حدث رياضي عالمي، يعني شرف كبير كوني خدمته، شرف كبير كوني كنت نبوس تلفزة التونسية أنا والزميل العزيز منير بن مصطفى والمهندس أحمد فرتاني، وكانت مسؤولية كبيرة على عاتقي، والحمد لله كنت عند حسن ظن الناس اللي أعطتني ثقة. جامد لافي، كنت قاعد هكا كيفك في الدار ما عندي حد شيء، فجأة جاني تليفون غدويك فول سبيسيال للمنتخب التونسي ماشي لليابان باش تمشي معاه مع الطيارة متاع الفيدراسيون. الطيارة وقفت عملت دوز اسكال كيما عندي توا، كل ستة شهر ماني مغروم شوية بالطيران كيما اي شاب وقتها، يعني وصلنا خرجنا من تونس كارتاج بحرين، وقفنا في البحرين جوارات عملت ديكراساج، خرجوا انا ومنير قعدنا في وسي احمد الفرتاني قعدنا في المطار اربع سوايع ممكن ولا قداش، جوارات ترانيه وديكراساج رجعوا مشينا، بعد هبطنا في بنغلاديش ستة سوايع اخرين خاطر طياره ايربوس صغيره ما تنجمش تعمل لونتراجي تعبي كيروزين في بنغلاديش، ما هبطناش الناس كل من الطياره. كانت تجربه حلوه ياسر، كنت قاعد في كنت قاعد هكا في الدار ما عندي حتى، هني قلت لك نسمه صباح والخدمه، وبعد الاخبار الرياضيه هي اللي فتحت لي زاد الابواب الحمد لله، يعني عطيت الوالدين قال برشا كلام كريم على مشيتك وقتها، برشا عباد ما قبلوهاش بالتلفزه خاصه. صحيح على شكون طفل صغير ماشي واحنا لا اكزاكتومون هاك تعرف انت هاك تعرف كل شيء وقتها. اما الحمد لله انا الناس برشا ناس تحبني في التلفزه الحمد لله، خليت ان شاء الله يعني علاقتي طيبه بالناس الكل، وهذيك هي يعني الاسبري نتاع المنافسه. قلت قبل خممت باش نبطل جمله اي برشا مرات نروح دار خلينا نكمل. شنو الحاجه اللي خلاتك تروح للوالده؟ الاحباط. قل لا حادثه صارت لك اكيد. الاحباط، تمشي باش تعمل حاجه تلقى روحك ايكارتي من حاجه اللي انت تنجم تبدع فيها. حبيت تعمل حاجه قالوا لك لا، قلت صايب باش نبطل. اي برشا مرات. شنو اللي خلاك تشد صحيح؟ هاني قلت لك الاقدار، ربي سبحانه دعا امي دعا بابا الحمد لله. كاس العالم 2002 صاروا برشا حاجات اكيد كواليس صاروا ما خرجتش وقتها، فما حاجات كنت شاهد عليهم كان مثلا برشا حاجات اعطيهم الكل تو نعطيك كل شيء تو نعطيك العلاقه الناس الكل كنا نشوفوا نقوموا على اخبار عندنا وقتها الانترنت يعني ما فماش سمارت فون، اما في اليابان اللجنة المنظمة كانت موفرة يعني الانترنت والكمبيوترز وكل شيء الأخبار يعني ولدي الشيء الساعة هاو ضاربوا بالبونية اندرش زبير وخالد بدر وانا مديمة معهم ما فماش ناس أصحاب كيما زبير وخالد بدر. انا وقفت قبلت شوف حجم وقتها يا سيدي الشامبيونان تاع 2002 اللي هزتها الاسبيرانس في الامطار الاخيره مع وقتها كانت اون كونفرونتاسيون مع ليتوال يعني تعرف المنافسه الكبيره ما بين زوز نوادي والجماهير والجمهور الرياضي في تونس واش تحكي الناس. مشيت الغادي شكون اكثر ناس محفلينها، مشيت معاهم قربت لهم الجروب تاع جواريت، حاول وقتها تلقى روحك مع ليكيب ناسيونال وتتصرف يعني ومع البعثه الرسميه براتيكمون ديما معاهم وعرفت تدخل للتدريبات وتدخل الماتشوات والناس واليابانيين ما يخليو حد يصوروا في كل شيء وسائل الاعلام يعني عرفت شنو يعني راهو احساس كبير برشا. اكثر ناس محفلينها هو زياد الجزيري وحسن جابسي، اكثر ناس يضحكوا وشيخين وجو عليهم هذا هو الاشياء راهو يعني برشا حاجات عرفتها يعني كي قربت للناس هذوما. ومن وقتها زاد علاقات توطت يعني واصبحت من وقتها بوتاتر تولدت والحمد لله بمرور الايام يعني ولات فما علاقات مع الاسامي هذوما الكبيره الملاعبيه. بصراحه كريم نعم. في العهد السابق كان الخدمه صعيبه، صاروا لك حاجات نتاع سنسرة خاصة مثلا وقتها في المونديال مثلا مساج نحكي لا فما اسمعني خويا يعني ديما ثم لوائح وضوابط ويعني لازمها تحترم في اي حاجه ما نقولش صنصره اما لازم فما حاجات
يعني لازم تتقال، لازم يكون تركيز اكثر على الـ 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 على المنتخب، على ديما الحاجات الايجابيه، فهمت يا اسلام؟ يعني كهو هذيك هي راه فما حاجه معينه صارت؟ لا 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 مستحيل، ولا وحدك تعرف روحك لا والله لا ولا اي اي تولي مش عند اسمع، تولي تحاول تبعد على اي اشكال، خاطر الدنيا صعيبه، يعني تحاول ما تغلطش، خاطر الغلطه فلقه وكاو ربي يستر. باهي الخروج كيفاش جاء؟ الخروج كنت قاعد زاد نفس الحكايه، جاء تليفون شافوك تقدم في الاخبار الرياضيه، نحبوا سي في والحكايه في ايام معدوده. بالصدفه جات، فما شكون توسط لك كيفاش؟ ربي سبحانه، راني قلت لك مره أخرى. حتى حد والله العظيم سعيت باش نمشي لبلايص اخرين وما توفقتش، سعيت يعني حبيت نحسن من الجزيره الرياضيه. نعم ما زلت ما حلتش وقتها، الجزيره ما كانتش ما حلتش، فماش الجزيرة السياسية وقتها موجودة، الجزيرة الرياضية مثلا ما فماش وقتها، جات بعد 2003 2004. سعيت لبلايص اخرين ما جاتش. ما جاتش اي ما جاتش. كيفاش جات هذه؟ هاني قلت لك دبي سبور. دبي سبور المدير العام اللي هو الاستاذ احمد الشيخ، من الناس اللي عندها فضل عليا زادة، هما اللي عاونوني، يعني هو يعني امن بيا، عجبته كي جيت الغادي زادة، مش يعني اوكي مشيت وفرست روحي والحمد لله سعيد جدا بال. كنت قاعد وحده جاك تليفون هكاك؟ شايفك شايفك انا في شارع باريس هابط من الدونتيست بالضبط البلاصه هاك كيما عندي تو تتفكر ومازلت كي عملت بيوس نتاع تليفون عندي يمكن شهرين ثلاثه فرحان به ضرب تليفون نلقى قعدت نحكي وقتها وي فما عندي تو فما حتى حد دزك معناها سال عليك ولا الا حاجه سالوا عليك غادي ولا حتى حد حتى حد شافني تفرج فيا سيد يعني يعني ان اكسبير قال لهم نحب الولد هذا. مشيت حطيت ساقي الحمد لله توفقت، حاولت باش نعطي كل ما عندي والحمد لله كانت مسيره فرحان بها برشا، خاطر عرفت فيها ناس، خاطر وليت الحمد لله قبلوني شعب الامارات، نوجه لهم كل التحيه، الحمد لله الناس طيبين وخدمت على روحي وشديت صحيح، خاطر في صغير البعد يعني تحاول باش ما ديرابيش، فهمت؟ والحمد لله يعني المسيره تواصلت، عملت برشا حاجات حلوين في دبي زاده، بعدها بعد دبي زاده مشيت 2004 الاول جوز اولمبيك في اثينا دبي الرياضيه، وبعد 2012 زاده في لندن ومن بعد بعد 8-9 سنين بوندسليغا. باهي بوندسليغا كريم، ظهر لي كان الناس كل تبع البوندسليغا، نحكي في المنطقه العربيه في دبي سبور. نعم. ضربه خايبه انك وقتها تنحات الحقوق نتاع البوندسليغا. هذيك اسمع اسلام، هذاك هو المارشي، هذاك هو السوق. اكيد يعني الناس تعودوا بك، انت تو الناس كي تشوفك في الشارع تقول لك كريم بوندسليغا. التو. صحيح صحيح. التو. ما نكذبش عليك. طبعا مش حالة تقلد كيفاش تقدم التاريخ في التقديم. إيه والله التو وحس وعرفت شغف الناس الكبير يا اسلام. مرة 3 ولا 4 سنين تالي كنا في مهمة تغطية سباق خيل في في الدار البيضاء ومشينا زيارة للرباط، أنا مع أبو ظبي الرياضية. بالزهر نهارتها سيتي أن سامدي، نهار سبت ماتش بايرن دورتموند في سوق المدينة العتيقة نتاع الرباط، أنا أول مرة في الرباط نحاول نكتشف المدينة حلوة ياسر. فدخلت المحل نتاع حاجات عتيقة، كابتن كريم بوندسليغا هاو الماتش بدونك، قلت له ماك هو والله غالب، مشيت على روحها ولا تاي ولا تحكيات على والله العظيم، وأنا معايا أصحابي وقتها من أبو ظبي. يعني هذه التجربة خلتني صحيح، يعني قلت لك مارشي سوق الحقوق وقتها البوندسليغا ولات مرغوبه برشا مطلوبه برشا، البرزة برشا خاطر كان مفتوح على المفتوح دبي، يعني هي اللي بثتها للعالم العربي الكل فري تو اير بلاش. خدمنا زاد خدمناها بالبدا، كانوا عندنا لاعبين توينس نتبعوا فيهم، كان صحيح. كريم حقي جو المناري كانوا غادي نتبعوا فيهم برشا، كان صحيح نوجه لهم تحيه اصحابي برشا، وزاد بعد كان معنا زبير في التحليل الفني جا معانا، وجا معايا مع حسني وقتها زغدودي زاد في التقديم، ومن بعد زاد زميلنا محمد سوسه في الاعداد دوميديس تحيه ليه. برشا ملاعبين ذكر زاد المخرج
يا ربي لا إله الله محمد رسول الله، مخرج كبير هو لا إله الله محمد رسول الله. مسكت برشا تحية كبيرة صاحبي برشا. به علاش تبدلت لأبو ظبي؟ بدلت لأبو ظبي، أنا كنت في دبي، موجود في دبي الرياضية، نوجه التحية لأصحابي الكل اللي غاديكا مازالوا. وجيت وقتها في أبو ظبي الرياضية، فما عندهم خذاو حقوق نتاع تصفيات كأس العالم 2018 ولا 16؟ 2016 تصفيات كأس العالم 2016. 2018 كأس العالم؟ نو 2016. باهي مش مشكلة أنا. 2018 يا ربي و 2016 الجوز أولمبيك، صحيح أنت صح مني، أنت صح مني 2018 خاطر نعرف روحي من المويه نتاعي تعب، قلت باز أنا غلط. لا أنا أكثر منك وليت، والله حتى أنا وليت، أنا وليت ننسى وليت يا ولدي. حسيلو خذوا أبو ظبي خذت تصفيات كأس العالم 2018 وكأس أمم أوروبا. سيتي ان 2014 التحقت بهم في اكتوبر. كلموك تجي؟ قلت لهم نجي ولا كيفاش؟ حكاوا معايا يعني المدير زميل سابق، يعني نوجه له كل التحيه، كان معنا مذيع في دبي الرياضيه وحاليا هو مديرنا في ابو ظبي الرياضيه يعقوب السعدي، وكلمني و في دبي كانوا متفاهمين معناها صعيبه كانت شويه خاطر عشره. اما الحمد لله كوني قعدت في الامارات، عائلتي تعودوا على الامارات، انا تعودت بالبرشا على الامارات الحمد لله. يعني كانت فيها منافسه مع حسني الزغدودي؟ منافسه في الخدمه اكيد، كما اي بلاصه لازم فيها منافسه باش تحسن روحك. صحيح. علاقتك به كيفاش؟ قابلنا عندنا جمعتين ولا ثلاثه تصفيات كاس العالم في صارت في دبي، المجموعه اللي احتضنتها الامارات وضحكنا برشا اصحاب. انتوا حسن الحمد لله. ما جاكش عروض من بين سبور؟ نو بتاتا نو. مرة في الجزيرة وقتها 2005 الأخبار الرياضية، نو الجزيرة سبور نو. غريبة شوية ولا؟ ممكن فما حاجة خلاتكم ما يخموش في كريم تلهوني؟ الحمد لله أنا ساتيسفي بالكارير متاعي توا الحمد لله. قلت لك يعني كان في تجي حاجة مخير، أما لا أنا توا الحمد لله. حسني قال طلبوني أنا قلت لا، أنت علاش لا؟ هاني قلت لك انا ما نحبش الحمد لله. انا خدمت في دبي الرياضيه وخدمت في ابو ظبي الرياضيه، ما زلت في ابو ظبي الرياضيه فرحان برشا بهذوما زوز، يعني قناتين تعتبر من بين الافضل في العالم العربي. اما المهم اوكي متفاهمين كريم في هذا، لكن المهم اكيد حقوق البث المقابلات هما اللي خلوه بين اليوم قناه الاولى. انا معك انا معك. الحمد لله هاني قلت لك انا ساتيسفايد الحمد لله. الحمد لله نتاعك حاسها وراها مخبيه حاجه؟ نو هاني قلت لك باش نقول انا واحد يتمنى باش يعمل بطولات كبيره، يتمنى هاني قلت لك جات الفرصه بوندسليغا وقبلها شامبيونان تاع فرنسا زاد في دبي، وقبلها زاد شامبيونان تاع خذينا مره وقت الكاس كوب انتر كونتيننتال، ودبي كانت تعدي حتى الماتشوات نتاع الليغا الاسبانيه بعد نهارين تتعدى على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات. اول ماتش انتر كونتيننتال فريق من باراغواي وريال مدريد اون 2003 دبي الرياضيه، وانا كنت المذيع في الاستوديو. كريم ستايل الخاص اللي عملته كيفاش جاء؟ فما برشا تو يميلوا للتقليد، تحس حتى في التعليق انت ستايل نتاعك جاء وحده مع عند ربي ولا خدمت عليه، والا فما شكون نصحك ولا عاونك ولا سق لك الموهبه هذه كيفاش؟ نسمع برشا معايا معنا فما امبرانت نتاعك ستايل نتاعك الحمد لله. نسمع برشا اسلام، وهاني قلت لك الحاجه اللي كنت مركز عليها برشا ملي انا صغير هي الاسامي نتاع ليكيبات والاسامي نتاع الجوارات والهيستوريك نتاع الجوارات خاصه الاسامي. يعني الحاجه بوتيتر اللي خلتني يعني ممكن الناس ديما في 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 وذنها يعني هكا الاسم بوتيتر ما هاني قلت الصوت زاد الصوت والطريقة الالقاء والتركيز مع الاسامي مهما كانت الناسيوناليتي نتاع الملاعبي. مش داخل في المعرفه اكثر هذا من 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 الستايل والشخصيه وكيفاش؟ ممكن هاني قلت لك كنت ديما نركز كي نسمع الالمان كيفاش ينطقوا اسامي جواراتهم، كنت حتى كي يبدا ثم شك نكلم عمي اللي عايش غادي ولا نكلم صديق ليا يبدا عايش غادي باش يقول لي اسم جوار في مونشن جلادباخ وقتها ليبوك ايشنر ولا ايخنر كيفاش ننطقوه باش نحب نكون روحي صحيح مش على قبل ليك انت لي انا مغروم ياسر على خاطر.
ما هني قلت لك نحاول باش نكون مميز في النقطه هذيك. باهي كريم ظهري الناس الكل تعرف اللي انت مكشخ اليوم. اي ولا بيان سور انت من الاعلاميين القلائل تقريبا مش القلائل فما شكون يخلعك شكون هكا انت نعم. تختار انك تقول انك مكشخ ما تشوفش لو كان جيت تخدم في تونس هذا ما تقولوش معناها صحيح راني بوتيتر خبيت على خاطر هاني نشوف يعني ما فماش يعني ما نحبش ما في تونس ياسر ولا يعني تهجم برشا كل واحد عنده جمعية يحبها اما يا سيدي اخدم على روحك وحب جمعيتك يعني ما نجمش نكون فما في برشا بعض الزملاء ساعات ينساش يروحوا ولا حتى انا كان ننسى روحي نحب الناس تقول لي اما انا الحمد لله ان شاء الله ما نكون عمري ما كنت منسيت روحي جات فرص قليله باش نكون فيها مع الترجي اما الخدمه يا سيدي مره 2005 النهائي نتاع ترجي وجرجيس يعني تدخل على اليوتيوب صوت المعلق والفرحه الكبيره والقوه الواحد وقتها بالبونتو نتاع جرجيس اللي كان عالمي العبد لله هنا علقت عليه الغرياني. الغرياني وحتى في البونتو بوزوميت انا في الكابينه نتاع التعليق وقتها والاسبيرانس قويه وقتها ووقتها نعلق سور اونتين باش نخرج من الاكران خاطر البونتو الاول والبونتو الثاني قوي ياسر الجرجيس وقتها زاد يستحقوا التتويج نتاعهم الاسبيرانس برشا فرص وكان ماركات كانت قاعده تلعب لليوم راهي ما ماركاتش ماهيش كاتبه اما انا في داخلي وقتها كنت متالم كونه الاسبيرانس قدام ميكرو تنحي المليون تخدم على روحك تخدم على روحك انا عرفت جمعيتي وقتها مش باش تربح باهي خلاص لك على الترجي كيفاش تشوفها اليوم؟ الترجي في مرحله صعبة. دقيقه جدا وكما تعودنا ان شاء الله باش ان شاء الله باش تعديها خاطر هذه بيريود ترانزيتوار و لا ترانزيسيون كانت من عامين التالي توا كهو يعني اوكي العام اللي تعدى عملنا كارد يعني عمل الترجي كارد فينال سناء دومي فينال ان شاء الله الترجي تبني فريق فريق على اسس اكثر للمستقبل. الاهلي كان اقوى من الترجي؟ اي نعم الاهلي اقوى من الترجي. على شو تلعب بالماتش؟ مدرب شخصيه انا تفرجت نهار السبت نزلت كي وصلت مشيت نتفرج وكان عندي امل ترجي خاسره 3 موسيماني هبط زوز ثلاثة اتاكونات حب يربح كارتون يعني هذا شنو نحب ونقدر في اي مدرب هو كريم انا كنت حاضر في الكونفرنس بعد الماتش سالته موسيماني قلت له ربحت 3 بلاش ما تستحفظ على السكور قال لي انا شد اللعبه قال لي علاش باش نوخر اللي كيبت القدامي ما يشوجع فيه زيد وقت انا يا اسلام راهو اخواتنا في مصر يعني جمعه كامله موسيماني شنو هو قلت الهوه السيد هذا اوكي جاي ربح الترجي في تونس واحد بلاش بلا فما ممكن كل شيء ممكن هذه ترجي هذا فريق كبير زاد هذه الوان هذيك راهو بدات بالباهي ترجي ايكيب كبيره عندها فما شخصيه نجم في اسلام راهو الاسبيرانس هي الوحيده تو نحكي بشكل عام هي الوحيده اللي في 10 سنين تفرح في بلاد كامله من 2011 لتوا الاوضاع كلها سببها وان شاء الله تتحسن نتمنى بلادي تكون خير على الصعيد الرياضي وعلى الصعيد الفرحه الى جانب الامور الاخرى ما نحبش نهملها ثم رياضات اخرى ورياضات فرديه وفرق اخرى ورياضات جماعيه في الكوره الاسبيرانس هي اللي تقارع لك في الهذوم الكبار مع الزمالك مع الاهلي مع الهلال السعودي مع العين الاماراتي تهبط لك للافريق شكون اخر مع الطرح اللي يقول معين يزيه اليوم نوجه له كل تحية على الخدمة اللي عملها الكل باش تقعد مسيرته تاريخية مع الترجي دو تشامبيونز ليج في 6 أشهر حتى حد ما عملهم وصعيب كان حد آخر باش يعملهم على الأقل في 10 20 سنة 30 سنة الجاية أعتقد كونه جاء الوقت ممكن اني كهو بوتيتر تبديل السروج فيه راحه للناس الكل. برشا ناس تحكي على معلول تحكي على جردة تحكي على فوزي بنزرتي عمر سويح باتريس كارتون شكون تشوف انت الاسم رؤيتك شكون مع شكون؟ هو هذوما كل اسامي مميزه في عالم التدريب انا جعايدي ايضا صديقي نوجه له كل التحيه والاخرين كلهم زاد اللي ذكرتهم تعليقتي بهم طيبه ما انا نتمنى يكون مدرب اترانجي نحب لا ريغور الانضباط نتاع مدرب
اجنبي يقول لك لا الاجنبي يحب الوقت باش اجنبي الصف الاول تحبهم برشا فلوس برشا فلوس ثم جانب صغار متعطشين باش يبرزوا وما ثماش خير من فرق كبيره في شمال افريقيا كيما الترجي وكيما الزمالك وكيما الوداد وكيما الرجاء وكيما الاهلي ولو انه الفرق هذه تدفع اكثر من الاسبيرانس. باهي تبع المشهد الرياضي تبع الاعلام الرياضي اليوم في تونس كريم. نتبع. البرامج كل تفرج فيهم. نتبع اكثر شيء نتبع خاطر نتبع نشوف يعني كل نهار حد نشوف شنو الترجي ايش عامله يعني شنو صاير بالرجوع. كان ترجي يعني. تشوف. اي نتبع اي نتبع. باهي ايش قالك في الاحد الرياضي نسخه معز بولحية؟ حاول يعمل حاجه جديده. وفرحت له كي شد الاحد الرياضي وكلمته وشجعته. ومن بعد زاد. طلعت معاه عندي نذكر مره ذهل ليا. اي خاطر انا وياه اصدقاء وبدا قبلي هو في كانال 21 اما علاقتنا طيبه حتى خارج اسوار التلفزه والخدمه وكل شيء وحتى بعد كي غادر زاد حكيت انا وياه والحمد لله انا فرحان كونه واصل مسيرته توا طريقه الخروج نتاع معز كريم شنو رايك انت؟ فما شكون يقول لا نستحضروا على كما يقولوا الكويزين انترن نتاعنا فما شكون يقول لا معز معاه حق ولازم يقول الحاجات هذيك باش نصلحوا انت مع انا وترح ما نعرفش وسام اسلام ما نعرفش اونيتمون يعني نعرفك تحب تدخل بيا للغريق ما تعرفش ولا تحافظ على الاجابه لا نتحافظ كان كل نتحافظ نفس شنو اسمعني هو اللي نسالك بعد في الاوف نحكي معز هو اللي عاش الوضعيه والفريق العامل معاه الكل هما اللي كانوا مع بعضهم يعني ما نعرفش شنو اللي صار بالضبط يعني انا ما كنتش عايش معاهم فهمت وتوا هاك تشوف يعني شنو اللي هاك كل واحد يشق في طريقه وكا هو ربي يعين الناس الكلنا باه تبع بقيه البرامج التاسعه مثلا اي عادل زاده صاحبي يعني صديق نوجه له تحيه اصلا ماذا بينا هنا ما تحكي صاحبي نحب نوجه له تحيه على خاطر عادل كنت وقتها نستضيفه في نسمه صباح يذكرني بالايام الخوالي فهمت وقت نجيبه كجورناليست باش نحكيه على الرياضات الفرديه على تحضيراتنا على خاطر لانه عادل كان وقتها ملم من بين الصحف ديما نجيب صحافي جورناليست فهمت على ذاك من وقتها بنات العلاقه هذه والحمد لله مش مش مواضيع في تقييمك باش تقول نعم لا 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 قول لي شنو تحب قول لي شنو رايك في نسخه عادل بوهيه نسخه عادل ناجحه بما انه اكثر حاجه مشاهده ولو انه عندي تحفظات على الشيء اللي قاعد يتقال احيانا في حق بعض الاشخاص او في حق بعض الانديه اعطيني مثال برشا مرات ما كانوش منصفين في حق بعض الاسم اسمعني انا نتبع في الترجي وقتها ساعات ما نتفرج في التليفون نقعد باهت في التحاليل الفنية يعني على ماتشوات الاسبيرانس وفما حد يضرب يعني على مصالح الترجي في الاستوديو هذوك فهمت نعرف كونه الانديه الكبيره هذه راهو صعيب باش ترضي جماهيرها ما انا نحكي لك راهو بشكل موضوعي ما غير ما نحكي لا تعصب ولا شيء فما ناس من الحاضرين يعني كلام مش منطقي يتقال ساعات اعطيني مثال برشا حاجات تحكي توا عموميات اعطيني مثال نجم يا اسلام فما حاجات راهو تعرف انت زاده انت تعرفني علاش قاعد نحكي بوتيتر اما لا عادل تحكي على موضوع شابه شابه شبيه ولا لا 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 نحكي انا قلت لك انا نحكي اسمعني شابه ان شاء الله توصل تاخذ حقها والناس الكل ان شاء الله نتعداو هالزوبعه هذه على خاطر العالم كل في منطقتنا يعرف شنو قاعد صاير برنامج نتاع بادية بن جمعة في كارتاج بلوس تبعته على التليفون خاطر ما عنديش على الساتيليت وفرحت له كي على الرجعة وان شاء الله ربي يعينه باهي نكملوا هكا الحوار عندنا شونج وبعد نستسمحك في زوز فقرات نكملوهم وبعد نختم الحوار معك حاضر شونج وبعد رجعي